إلى زميلي ناصر الشيبان، معه طارق العيدان نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون. ناصر تفضل. شكرا لك زميلي راشد بجوال الأستاذ طارق العيدان نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، وحقيقة بداية أستاذ طارق في المباراة بالتحديد ما بين التخوف من نادي التعاون بالنسبة للهروب من المناطق المؤخرة والتعايش مع هذا الديربي، كيف تبدو لكم هذه المباراة؟ الحمد لله دائما مباراة التعاون والرائد تحفل بالندية وتكون تظهر مظهر جميل، هذا اللي نتمناه إن شاء الله. داخل المباراة هذه عيننا على 3 نقاط إن شاء الله بتوفيق الله أنها تحصل لنا بإذن الله. اليوم وصول المحترف العماني في ظل أيضا غيابات بعض اللاعبين، هذا الشيء كان من المفترض يكون متواجد في هذه المباراة بالتحديد. طبعا تأخرنا في التسجيل مع المهاجم العماني، وكان عنده أمس مباراة مع منتخب بلاده، نتمنى إن شاء الله أنه يكون جاهز لمباراتنا القادمة مع الفتح بإذن الله. شكرا لك أستاذ طارق. شكرا أهلا وسهلا. شكرا أستاذ طارق العيدان نائب رئيس مجلس نادي التعاون.